بالنسبة للحادثة اللي صارت في سفاقس، هي أنه مع توفاة زميلنا من وحدات التدخل من فوج سفاقس، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته، وزارة الداخلية تتأسف للحادثة اللي صارت. هي أثناء تدخل أعوان الأمن بعمارة سكنية كانت فيها العديد من الأفارقة جنوب صحراء غير الشرعيين، وكان معتها من الواجب إخلاءها بتعليمات من النيابة العمومية، إلا أنه أثناء التدخل سجلنا سقوط عون الأمن إن شاء الله ربي يرحمه من أحد الطوابق، ولقى حتفه. السقوط بتاعه كان مع سقوط فجئي وتلقائي، مش صحيح مع الكلام اللي يتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك معناتها سجلنا سقوط أحد المواطنين الأفارقة الغير شرعيين زاد كيف أثناء التدخل هذا.